التاسعة صباحاً السابعة بتوقيت جرينتش موجز أخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداده للتوسط في قضية قمة السلام التي تدعو إليها أوكرانيا إذا وافقت جميع الأطراف بما في ذلك روسيا. جاء ذلك في تعليق لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة على دعوة وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إلى عقد قمة للسلام بحلول نهاية فبراير المقبل، وأن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة كوسيط محتمل. وقال كوليبا إن أوكرانيا ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في 2023، مضيفا أيضا أن الدبلوماسية دائما ما تلعب دورا مهما في حل النزاعات. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مقترحات موسكو بشأن نزع السلاح في أوكرانيا معروفة جيدا لكييف، وإن الأمر متروكا للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، مهددا في الوقت نفسه بأن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية. ودعا لافروف كييف إلى القضاء على التهديدات الأمنية لروسيا النابعة من الأراضي الأوكرانية. أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع وحدات الشرطة الخاصة على وقع توترات متزايدة مع كوسوفو، وأكد فوتشيتش أن وجود الجيش الصربي على طول الخط الإداري أو الحدود أمر ضروري. وتأتي أحدث موجة من التوترات بين الجانبين بعد أن كان من المقرر إجراء انتخابات محلية في البلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو، والتي قال الحزب السياسي الصربي الرئيسي إنه سيقاطعها. عقدت كوريا الشمالية اجتماعا عاما للجنة المركزية لحزب العمال لمراجعة سياسات هذا العام ومناقشة المهام الرئيسية لعام 2023 بحضور كيم جونج أون. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن كيم جونج أون أكد خلال الاجتماع أن القوة الوطنية للبلاد زادت بشكل ملحوظ في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. سجلت الصين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأشار المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن إجمالي وفيات كورونا في الصين بلغ 5241 حالة. أعلن الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في ولاية نيويورك جراء العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة، فيما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية. ووفقا لبيان البيت الأبيض، فإن الإجراء يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين. بدأ التوقف الطوارئ تفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج، حيث وصل عدد الوفيات جراء الطقس إلى نحو 50 حالة وفاة في وضع وصفته السلطات بأنه حرب مع الطبيعة في مواجهة ما أسمته بعاصفة القرن. وما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتطرفة بما يصاحبها من ثلوج ورياح ودرجات حرارة متجمدة اجتاحت البلاد على مدار عدة أيام، متسببة بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.
مشاهدينا، ختام الموجز لمزيد من الأخبار. يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة.